أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غادي نشوفوا كيفاش نحلوا هذه النظمة هذه مع هذا النوع أ أوس سيتنا زايد بي أوس سيتنا تساوي 34 و أ في بي تساوي 15. بون، باش نحلوا هذه النظمة غادي نعتمدوا على المتطابقة الهامة أ زائد بي الكل أوس سيتنا. ماذا تساوي؟ تساوي أ أوس اتنان زائد اتنان أ بي زائد بي أوس اتنان. حنا باغيين أ أوس اتنان زائد بي أوس اتنان، دونك هاد اتنان أ بي غادي نرجعها منا، تولي لنا أ زائد بي الكل أوس اتنان ناقص اتنان أ بي تساوي أ أوس اتنان زائد بي أوس اتنان. بون، دونك هنا غادي ناخذ هاد المتطابقة، غادي ندير أ زائد بي الكل أوس اتنان أ ناقص اتنان أ بي تساوي أ أوس اتنان زائد بي أوس اتنان، كما لقينا هنا في شرحت لكم في الأول. دونك هاد أ زائد بي أوس اتنان غادي يخليها منا أ زايد بي أوس اتنان، هاد ناقص اتنان أ بي غادي نرجعها منا، أ أوس اتنان زائد بي أوس اتنان نا زائد اتنان أ بي. إوا دروك أ أوس اتنان زايد بي أوس اتنان عندنا هي 34 زائد جوج أ بي، جوج أ بي تساوي جوج في 15 هي 30، دونك غادي تعطينا 64. المجموع يساوي 64. بون، دروك غادي نحسبو أ زائد بي. كيكون عندنا إكس أوس اتنان تساوي مثلا 5، إكس تساوي جذر 5 أو إكس تساوي ناقص جذر 5. دونك هذا هو بالنسبة ل إكس أوس اتنان تساوي 5، إكس تساوي جذر 5 أو هنايا نديرو أو x يقال موين راسين دو 5. بون، هنا لقينا أن أ زائد بي أوس اتنان تساوي 64، هذه أ زائد بي أوس اتنان تساوي 64، إذن أ زائد بي، أ زائد بي تساوي جذر 64، وجذر 64 هي 8، أو أ زائد بي تساوي ناقص جذر 64 اللي تساوي ناقص 8. دونك عندنا جوج حالات، ها الحالة الأولى والحالة الثانية. غادي نشوفوا الحالة الأولى، إلا كان أ زائد بي تساوي 8، أ تساوي واحد 8 و أ في بي راه عندنا تساوي 15. دونك غادي نحلو هاد النظمة الأبسط من الأولى. ألور باش نحلو هاد النظمة، عندنا هنايا مجموع عددين يساوي 8 وجداء نفس العددين يساوي 15، إذن باش نلقى العددين خصنا نحلو المعادلة من الدرجة الثانية، إكس أوس اتنان ناقص إس إكس زائد بي تساوي صفر. واسمو هو ذاك الإس، الإس هو لا صوم دي دو نومب دي دو سوليسيون، وهذا سي لو برودوي. دونك إكس أوس اتنان ناقص إس إكس زائد بي تساوي صفر. ألور إكس أوس اتنان نعوض دروك هاذيك إس بتمنية، ناقص 8 إكس زائد 15 تساوي صفر. دونك غادي نستعملو هنا دلتا، دلتا تساوي بي أوس اتنان هي ناقص 8 أوس اتنان ناقص 4 في 1 في 15 تساوي ناقص 8 أوس اتنان هي 64، ناقص 4 في 15 هي 60، تعطينا 4. دونك هنايا إكس واحد الحل الأول ولا أ واحد ولا بي، نديرو أ تساوي ناقص بي هي ناقص 8، ها هي المعادلة هنا. ألور ناقص بي هي 8،
ناقص جذر 4 على 2 أ هي 2 تساوي 8 ناقص 2 على 2 تعطينا 4 على 2 هي 2 8 ناقص 2 6 6 مقسومة على 2 هي 3 ها الحل الأول نشوفو دروك ب الحل الثاني ألور ب تساوي هذا تساوي ب دروك هي ناقص ب هي 8 زائد جذر 4 على 2 أ اللي هي 2 تعطينا 8 زائد 2 على 2 هي 10 على 2 هي 5 دونك ها الحل الثاني دونك أ ب ها واحد الحل اللي هو الزوج 3 5 هذا الزوج واش كيحقق النظمة نعم غادي نشوفوا واش يحقق ان 3 أس 2 هي 9 زائد 5 أس 2 25 9 زائد 25 هي 34 و 3 في 5 هي 15 دروك نشوفوا شوفوا الحالة الثانية A زائد B يساوي 8 ناقص 8 و A في B يساوي 15 دونك هنا يا غادي نحلو النظمة نعتمدو على العلاقة x أس 2 ناقص s x s هو هذا لا صوم وهذا سي لو برودوي s x زائد b يساوي صفر بون نعوضو دروك x أس 2 ناقص 8 هي زائد 8 x زائد b هي زائد 15 تساوي صفر دونك هنايا الدلتا عاود غادي نلقاو نفس الشيء 8 أس 2 ناقص 4 في 1 في 15 تعطينا 64 ناقص 60 أوكي ألور دلتا تساوي 4 ألور دونك أ تساوي بار إكزومبل إلا خدينا أ هو الحل الأول و ب الحل الثاني من بعد غادي نقلبوها على حقاش غير كيف كيف قلبنا غادي نلقاو نفس الحلول دونك هنايا غادي تعطينا ناقص ب هي ناقص 8 زائد جذر 4 هي 2 على 2 ا هي 2 ناقص 8 زائد 4 هي ا ناقص 8 زائد 2 هي ناقص 6 على 2 هي ناقص 3 ها الحل الاول ب تساوي ناقص 8 ناقص جذر دلتا جذر 4 هي 2 على زوج أ زوج في واحد زوج ناقص عشرة تعطينا ناقص عشرة على زوج هي ناقص خمسة دونك ها هو الحلين دروك غادي نتيقنو واش فعلا كيحقو النظمة الأولى ألو النظمة الأولى قلنا أ أس 2 ناقص ب أس 2 أ بلوتو زائد ب أس 2 يساوي 34 و أ ب يساوي 15 بون إلا عوضنا أ ب ب ب بناقص ناقص خمسة ياك أوكي ناقص خمسة ناقص تلاتة ناقص تلاتة أس 2 هي تسعة زائد ب أس 2 ناقص خمسة أس 2 هي 25 تسعة و 25 هي 34 وهنا ناقص ناقص تلاتة في ناقص خمسة هي زائد 15 هي وإلا قلبنا عاود كيف كيف دونك مجموعة الحلول عندنا أربعة ديال الحلول ماشي زوج الور اس تساوي دروك عندنا اربعة الحلول غادي نكتبو مجموعة الحلول اس تساوي الزوج الاول هو ثلاثة خمسة ونقلبوه يعطينا خمسة ثلاثة ونقلبوه وناخدو الحل الاخر ناقص ثلاثة ناقص خمسة ونقلبوه يعطينا ناقص خمسة ناقص 3 دونك فوالا مجموعة الحلول ديال هاد النظمة هما هاد ربعة تاع الأزواج دونك إلى اللقاء في فيديو آخر ما تنساوش ديروا لايك وتابونا باش يوصلكم الجديد يلا السلام عليكم.